السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة والمغفرة لكل شهداء وأجل الشفاء لكل جرحى. نتمنى من الله ربنا يبيك كل أسير وكل مفقود يرجع إلى أهله سالما. اللهم احفظ السودان والسودانيين وأنصر قواتنا الشعبية. صلى الله. أبشر بشريات قربت أخواننا، في بس طوابير بقت كثيرة وفي مطارس بقت كثيرة بعد جيش انتصر. فأراكم نادر الفيديو مع بسيوني أتنبرد داقب معكم. لو تشاهدنا أول مرة ما تنسى انه تدعمنا بالاشتراك بالقناة. اولا حاجه يا جماعه، انا قبل فتره اتكلمت لما الوالد بتاع الجزيره قال افتح المدارس وافتح الجامعات، اتكلمت كلام وقلت كلامي واضح ما بغيره. يا جماعه اي فكر اي تفكير اي اقتراح اي قرار يطلع الان بفتح المدارس والجامعات ده قرار قحاطي بحت، ده قرار بتاع القحاطة وما عنده علاقة بالوطن نهائي، ده قرار بتاع ضرب الوطن، ده قرار بتاع ضرب الوطن، أقسم بالله العلي العظيم ما داير لا لف ولا دوران ولا إلا اللي عمل ما داير يشوف، إلا زول ما داير يشوف والله معذور وأعمى. لكن القرار اللي بيطلع الآن بفتح المدارس والجامعات ده قرار ما عنده أي قيمة، قرار زي ده قرار قحاطي عشان يضرب بيه المستنفرين. يضرب المستنفرين، المستنفرين ديل ما طلبوا بس اساتذه مستنفرين، كميه بتاعت اساتذه ما طبيعيه مستنفرين، خليه الطلبه بتاعين الجامعات اللي اغلبيتهم استنفر، كل طلبه اغلبيه طلبه الجامعات مستنفرين، المعلمين مستنفرين. ان جيت بهنا بتلقى بيضرب لك طوالي، بيضرب لك الاستنفار، الاستنفار ده اكتر ناسك المعون جنبه منه. واحد بيجاوب انا سامعه فيكم، قال لي ديل الجنجويد، لا لا ما الجنجويد، اكتر ناس اتعذبوا من الاستنفار والاستنفار ده زلاهم القحاطه. اجيب ناس منها برا 2 مليون 3 مليون يجوا راجعين عشان يمشوا يخشوا المدارس، يسكنوا وين؟ مدارس المدارس ما هي مدارس بتتفتح، دارين منصرفات من اللي بيدفع لهم، دارين يمشي يسجلوا في المدرسه من اللي بيدفع لهم، دارين يمشي يسكنوا من اللي بيدفع لهم. الشغله ما سهله، الشغله ما سهله. انتوا حششوا حشتكم، نجضوا حشتكم وتعالوا تكلموا عن المدارس بنفتحها نحن، انتوا انتهلونا من الحرب دي، احسموا لنا الحرب دي، انتهوا من شغلكم، خلي السياسه والمدارس. اللي تعلموا عمل شنو؟ اللي تعلموا جابوا حميدتي مكنوه 4 سنة طلعوه فوق راس السودان، اللي تعلموا جابوا حميدتي بقوه رئيس لجنة اقتصادية، بقوه نائب مجلس سيادي. عشان كده القرار ده يا جماعة بالواضح ده القرار بتاع حبوب عشا القحاطية، دي الأفكار حقتها، ده شغل بتاع القحاطة، أدته للبرهان. أنا بقول لك الزيت وأنت خدته عندك لحد ما يعفن، إن شاء الله ما تستخدمه، لكن أنا بديك الصح. دي أفكار القحاطة، ده شغل بتاع حبوب عشا، ده الشغل بتاعه، ده الفكر بتاعه، انه الشعب السوداني مفروض الحياه تستمر والناس لازم تتلهي والشعب السوداني لازم ينزل والناس لازم تكون عشان الضغط على الـ على الـ على الـ على, الـ على الصلح وعلى الـ على الاتفاق الجاي ما يكون في ضغط. الناس الان كلها ما في مدارس، ما في حاجه، مركزه مع شنو؟ مع الحرب. الشعب السوداني كله واقف كده على حيله مركز، دايرين يلفتوا انتباهك، يسوقوا الناس يودون حتة تانية، درس جهة مشى المدرسة ما مشى المدرسة، جا من المدرسة الدوك شنو في المدرسة، المدرسة اللي هناي الرسوم الهنا، القصة بتبقى في شغل انصرافية ما عندها قيمة. يصرفوك عن الحرب دي لأنه الهند عندهم خطط دايرين ينفذوها. أنا بقول لك الخلاصة، برهان القاعدة يا هو حبوب عشا واحد ولا فرق بيناتهم، بس برهان ودي عشا، ما في، شفت نفس العقلية؟ فاكرين الشعب السوداني ده عبارة عن شعبي ما بيفهم؟ نحن انتوا عذبتونا وطلعتوا ميتين وعدمتونا وفغرتونا وطلعتوا أمة وميتين السودان، بنصدقكم تاني؟ ما في زول بيصدقكم، ما في زول بيصدق تاني. عشان كده يا جماعة اسمعوا الكلام قصروا، لا في زول يمشي مدرسة ولا في زول ينزل مدرسة ولا فاتحين المدارس. امش وديه المدرسة وبعدين لما ما تلقاه تعال اتكلم، اصرف عليه ودمار ما بتلقاه، ما بتلقى مدرسة شنو؟ كلام فاضي شنو؟ قول سنة كاملة تجمدت شنو يعني؟ احنا تجمدت من حياتنا 4 سنة، 4 سنة مجمدة من حياتنا، لا عارفين اللي قدام منو ولا ورا منو.
أربع سنة بنمشي مدارس ما عارفين بدون شنو. أربع سنة الناس بتمشي جامعات ما بتحضر لا محاضرات. أربع سنة الناس ما فاهمة حاجة، يعني جات على السنة دي. السنة دي لو اتجمدت بتتجمد لخير، ما بتتجمد لشر، بتتجمد بفائدة، ما بتتجمد زي السنين اللي فاتت، بالعكس. عشان كده ما الدراسة الآن ما عندها قيمة ولا وقته ولا بس إلا لحاجة واحدة، دايرين يرجعوا المستنفرين والناس الجاهزة، لأنه برهان أساسا ما داير مستنفرين. اللي بيقول لك برهان داير مستنفرين ده كذاب. اللي بيقول لك برهان لو ما زنق من الشارع والزنق من صوت الناس ما كان جاب. برهان ما داير زول يشاركه، برهان ما داير زول يشاركه، برهان ما داير لك جهة تقوم فوقه، ما داير ناس يكون عندهم القدرة والمقدرة، ما داير داري قصر. شفت حتى الشعب السوداني يخليه ما يعرف يطير، يجنحه كله يكون تحت إمرته. هو بأمر هو بنهي. كان الشغلة دي حاملها بحميتي، كان خدت حميتي عشان يقدر يحمي نفسه من الجيش، يحمي نفسه من الجيش، لأنه برهان ما عنده علاقة بالجيش وما عنده صغة في الجيش، وعارف الجيش ده ما بيطيقه. وانا بقول لك والله ما بيطيقك، والله حنشيلك حنشيلك، لانك ما عندك اي لازمه. كل الكلام اللي بتطلع فيه ده فاضي، كل الكلام اللي بتقول فيه هناك ده ووزراء وكلام ده كله ما عنده اي قيمه عندنا، لاننا نحن لا محترفين بوزير ولا محترفين برئيس وزراء ولا محترفين بك انت ذاتك، ما محترفين بك. اها رايك شنو؟ رايك ما محترفين بك. عشان كده لا مدرسه ولا جامعه ولا المستنفرين ترجعوا دي بلدكم تدافعوا عنها، تقعدوا تحموا في بلدكم وعراضكم. لو حارسين برهان احمي لكم عراضكم والله بتموتوا، والله بتموتوا. انا بقول لكم الحقيقة، الشغل ده مش مرتب، الشغل ده مستحيل يطلعوا 7 شرات قبيلي، يطلعوا من شرق النيل، يطلعوا في العيدج، 7 شرات ومعاون إزعاف، 7 شرات ومعاون إزعاف، ما فاتل لهم 60 نفر، سيكون واحد حرامي اسمه كيكل ويطلع يتكلم والدنيا كلها عارفة، والرسائل رسلناها للطيران والعالم كله عارف، ويمشوا للفن ويرجع تاني والله ما ضربوهم. في شنو؟ ده طواطو، ده شنو؟ ده طواطو، ده شغل متفق عليه، ده شغل متفق عليه. أنا بديك الخلاصة، أنا ما بحب أقرأ لك من نص السطور، أنا بقرأ لك من بديك الخلاصة. الشغل ده شغل بتاع اتفاق حبي حبي، ده شغل بتاع بيع لتسوية. الشايفه بيحصل الآن ده شغل التسوية ذاته بتاع عاش يا موسى. أنت داير كلام أكتر من كده؟ أنا بديك ليه، ده شغل التسوية. التسوية شفتها التسوية ده شغلها، لأنه مستحيل الناس دي الدنيا كلها عارفة الهجوم بتاع العيلفون، وما في زول ما عارف. عشان ما جي نبهت له في صفحتها، المشط كله نبهوا له، رسلوا للاستخبارات، الدنيا كلها عارفة عندنا طيار لا في 24 ساعة، قالوا 30 ساعة في اليوم بيلف وشايف أي حاجة، ما شاف النازل شافوا. الليلة 7 شرات مشوا بالطريق بالزلط، ما مشوا بجوه بالزلط، مشوا بالزلط وصلوا للعيدج، مشوا لشنو؟ مشوا لشنو؟ عندهم دواء مضبوط هناك في العيدج، النديك الزيت، عندهم دواء، دواء داخل من برا مضبوط، جاي من وين الدواء؟ جاي من بورسودان. اتقبض وين؟ في العيدج، في الجسم هناك، مشوا استلموا الدواء حقه وانشالوا. دي سي مشنو؟ دي العمالة، ده الطابور السادس والسابع والثامن والطابور الأول ما الخامس، جايين من الخرطوم ماشيين للعيدج عشان دوت قبض جاي من بورسودان، جاي بالمينا الهامل، المينا بتاع قاعدين فيها العملاء، المينا تحت الامارات القاعده بهناك، جابوا هناك الدواء، كميه بتاع الدواء جابوا اليوم اداه اليوم، استلموا الدواء حقهم. ودراوه فيها جيش، الهلاليه فيها جيش، هناك فيها جيش، ما مشى اي محل، جو راجعين. والله العظيم الخبر وصل ورسلناه والدنيا كلها عارفه، والدنيا كلها عارفه، والله ما ضربوه كيك اللافي بكل الشوارع ولا بيضرب ولا حيضربه. ليه؟ لانه ده شغل متفق عليه، ده دور بيأدي كيكل ده مش ده دور بيأديه، دوره عديل كده، دوره في التمثيلية يعمل كده، لانه مستحيل تقدر تقنعني بشنو. انت الطيران ده خدتيه لشنو الطيران المسير وجايبه ليه؟ زول بيمشي وجنجويد وسبعة وتجمعوا، لا تقول لنا بنخطه لما نتجمعوا، اتجمعوا
اتجمعوا ومس مصورين لنا بالمسيرات، قلت لنا هذيل جوا وبيسرقوا واحنا شايفينه. يعني انتوا شايفينه كيكل، ليه ما ضربتم؟ السبب اللي خلاكم ما تضربوا كيكل شنو؟ ما في سبب، ما في سبب، ما في سبب يخليكم ما تضربوا كيكل اصلا، ما في سبب الا واحد بس، انه ده شغل متفق عليه. لانه كيكل ده لو دارين تقتلوه كنت قتلتوه. يا عزام اخو، عزام اخو فكيتوه من رفاعه، قبضوه باسلحه جايبه للجنجويد واتفكى من رفاعه بتلفون، فكاه بتاع والله اتفكى بتلفون. عزام اخو كيكل اتفكى بتلفون، اتقبض بسلاح كميه كبيره مدخله للجنجويد، قبضوه ودخلوه في يومين ثلاثه فكوه بالتلفون. منو دارين هلك الجنجويد؟ منو؟ منو؟ برهان؟ يا زول انت بتحلم يا زول، وخصم بالله برهان دكتور الشعب السوداني ولا يتحرك لي جف. شفت جفني كده الشعب السوداني يموت يخطبوه ويحملوه في الشوارع؟ والله برهان ده ولا كانه موجود، كانه اطرش، كانه اطرش اطرش. يعني الحاجات اللي بتحصل دي تهز لا مش ياخدي، اقسم بالله تهز اي زول في العالم. الحاجه اللي بتحصل دي والله تهز اي بني ادم. لو عندنا غايه بتاع جيش وراجل ودرجال، قسما بالله العظيم، قسما برب الذي خلقني، يجي طوال يخش العلفون ياخدي القاعدين حارسين والجنجويد بيفتشوا في الالغام حوالين المعسكر حقه وهم قاعدين جوا. يجيك يقول لك والله ضربه بالغلط، لو ما طلعت في قناه الجزيره وطلعت في القنوات شعب السوداني ولا كان عرفها، ولا كان عرفها، لكن طلعت القنوات جابت الخبر من جوا. وما في يوم بيطلع نبيل في اي حاجه. اتحدى كان في ما بين في ليه 37 عسكري وناس سادين عشان يفتح مجال للجنجويد يدخلوا القياده، كاتلين 37 صدفه ما صدفه. نصر الدين ده كانوا شايتينه لانه ضد حميدتي. انت بتركع عليه حميدتي في الوطن، انت بتسلم عليه رجل حميدتي، انت بتبوس راس حميدتي، انت لما تمشي تودي حميدتي ما باقي الا تحضنه. العمر ونصر الدين اترفض بسبب مواقفه ضد حميدتي. ليه؟ وين نصر الدين الان؟ وين؟ وين نصر الدين الان؟ انت قال الشعب ده ما بلي، ده الشعب ده واعي وحاسبه ليك كويس وحارسك، لابتين لك لبته ما طبيعيه. قريبك طلعتوا المدرعات دبابات قبل الحاجه دي ما تحصل، وديتوها الباقير 92 دبابه، دبابات مشت مدوره. مسكت المدرعات ليه؟ لمنو؟ لواحد من المدرعات متخصص؟ لا قريبك. حصل لها شو؟ الدبابات كلها خربت لما جو يشتغلوها يوم الحرب، لقوها كلها بايظه، لقوها كل البوظه منو؟ البوظه منو؟ والودا منو؟ ده المدرعات المفروض مش معاه واحد متخصص، ايه مش معاه زول بروفيشنال. انتوا قاعدين الشعب بليد، انتوا دارين الدوله السودانيه دي دمرتوها، انتوا دمرتوها، انتوا دمرتوها من يوم حييتوا حميدتي، دمرتوها من يوم وقفتوا تباه لحميدتي. لك التحيه بسين، والله كلام جميل جدا بالضبط كده. كلام اول كلام المدارس هناك، المدارس الناس كتار يتكلموا، ده كلام ما منطق انه يطلعوا قرار انه المدارس تفتح وجامعات تفتح. نفس الكلام اللي قاله الزول المسؤول امين العام لصندوق القومي لرعاية الطلاب في البحر الاحمر، قرار ما طلعوا وزير ذاته صندوق القومي قام خاطب للداخليات قال لي فضلنا الداخليات ديل دارين يجهزوا ودارين يستعدوا للدراسه. يا اخوانا الناس دي كيف؟ الناس النازحين من ولايات جو قاعدين في بورسودان وفي الولايات الشماليه، الناس دي يمشوا وين يعني؟ هيمشوا وين؟ وبعدين دارين تجيبوا ناس من وين عشان تقربوا هناك؟ من وين دان تجيبوا دان تقروا هنا؟ والناس المستنفرين والناس اللي طلعوا برا سودان زي ما قال بسوين ديلي ديل حيعملوا شنو؟ والناس اللي برا القاعدين في 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 المعسكرات في الدول الدول الجوار ده تجيبوا دان تسكنوا وين؟ دي كلام فارغ صحيح هو نازل، هو الكلام دي كلام فارغ. موضوع مدرسه ده اخونا اقفلوه، وما في زول اخونا يطلع من المدرسه. انت قاعد في مدرسه حكوميه، قاعد في داخليه، قاعد نهايه ما تطلع، امشي اتملوا اكثر زياده ذاته. زي ما قلت والله وزين اللي بيحصل في البلد ده كلام كلام عجيب جدا، وزول يقدر يفهم ما فيه قرارات واضحه. ومفترض اي مواطن كان سالته يقول له والله زول نازل مفترض يعمل كده وكده وكده، لكن زول كده بشوف قرارنا بصح ما فيه انه عندهم اهداف ثانيه داير يعملوا. يا اخوانا هرب الارض انتهى، الجنود مسيطرين وكل شيء مسيطرين، لكن في اهداف ثانيه قاعده تتحقق. جنجويد بخلوه بلف بكل حريه. يعني كلام ما معش دي كلام امس، لقيت انه تسجيل بقول لا الحرب ده لازم يقيف ونازل كل تكون قاعده الا مؤتمر وطني تكون ما في، ودي حاجه الوحيده قال نقدر نعمل نوقف الحرب. وكلامه هي مسره
اخونا البحث ده والله في مؤامرة كبير جدا. الجيش انتصر لكن القادة دي انه اهداف تانية دار ما الوقت. الهدف دي اذا مواطن هو ما شال سلاح وجد كده وقف قلب احمر، الهدف ده ما بينتهي.